السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. الأبقار حيوانات ثديية من المشترات، وقد وجدت في الطبيعة سائبة كبقر وحشي، وتم استئناسها وتدجينها من طرف البشر منذ زمن طويل، ولقد استخدمت في الماضي لأغراض شتى من جر العربات والمحراث وإدارة الساقية، علاوة على الاستفادة من لحمها وحليبها وجلدها. ومعنا في هذا الفيديو عشرة من أغرب الأبقار والثيران المتميزة والفريدة من نوعها. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 10. البقرة البلجيكية الزرقاء العملاقة. البقرة البلجيكية العملاقة سلالة من الأبقار، موطنها الأصلي بلجيكا، ومنشأ هذه الأبقار يرجع للقرن التاسع عشر، نتيجة لتزاوج الماشية البلجيكية المحلية مع الأبقار البريطانية من سلالة شورتورن. وتمتاز هذه الأبقار بحجمها الهائل واحتواء جسمها على كتل عضلية ضخمة، والذي دفع تجار اللحوم إلى الإسراع في إنتاجها. ويعتقد أن إنتاج الأبقار البلجيكية العملاقة حدث لطفرة طبيعية في جيناتها المسؤولة عن تنظيم البروتين، والذي ينظم بدوره نمو العضلات، حيث تؤدي هذه الطفرة إلى نمو متسارع في حجم العضلات. فعملية إنتاج هذا النوع من البقر لا تدخل فيها أي محفزات هرمونية أو كيميائية. وتم تسمية اللون الأزرق البلجيكي على اسم لون شعرهم المرقط باللون الأزرق الرمادي. ومع ذلك يمكن أن يختلف لونه الفعلي من الأبيض إلى الأسود. وبنية عظام البقرة البلجيكية هي نفس بنية عظام الأبقار العادية، وإن كانت تحتوي على قدر أكبر من العضلات، ولكن تتطلب الأبقار البلجيكية إدارة أكثر مهارة، فهي لا تزدهر في البيئات القاسية. رقم 9. أبقار أنكولي واتوسي. أبقار أنكولي واتوسي هي سلالة أمريكية حديثة من الماشية المحلية، وهي مشتقة من مجموعة أنكول من سلالات الماشية سنغا في وسط إفريقيا. وتتميز أبقار أنكولي واتوسي بقرون كبيرة جدا، وتم إحضار بعضها إلى ألمانيا كعينات من حدائق الحيوانات في أوائل القرن العشرين، ومن هناك انتشر إلى حدائق الحيوان الأوروبية الأخرى، وتم استيراد الأنكولي وسنغا إلى الولايات المتحدة في عام 1960، وبدأ تهجين النوعين مع بعضهما مع ثور كندي. وقد يكون لأنكول واتوسي عددا من الألوان المختلفة من الأحمر والأسود والمرقط، ولكنه عادة ما يكون أحمرا وذو قرون كبيرة بشكل غير عادي، وقد تكون غليظة جدا في بعض الأحيان وتنمو لأعلى. وحديثا تم تقسيم سلالة أنكولي واتوسي إلى بعض الأنواع الفرعية، ويتم تفريقها حسب الأحجام وطول القرن وارتفاع الحدبة، وقد سجلت أطول لقرون بعضها، وقد زاد طول القرن عن المترين من الطرف إلى الطرف. رقم 8. أبقار كيانينا. أبقار كيانينا سلالة إيطالية من الأبقار، كانت في السابق سلالة لجر العجلات، وهي أكبر وأقدم سلالات الأبقار في العالم. وتمت تربية أبقار كيانينا في المناطق الإيطالية في توسكانا وأمبريا ولازيو لمدة 220 عاما على الأقل، ومنذ الحرب العالمية الثانية أصبحت كيانينا سلالة عالمية، وتمت تربيتها بشكل حصري تقريبا من أجل لحومها عالية الجودة. وأبقار كيانينا هي أطول سلالة من الأبقار وأثقلها، فقد يصل ارتفاع الكتف للثيران الناضجة حتى 2 مترا، وقد يتجاوز وزن الثيران 1600 كيلوغراما. وتعتبر أبقار كيانينا سلالة مزدوجة الغرض، وتربى من أجل اللحوم وللاستخدام في الجر. وفي إنتاج اللحم البقري يتم اختيار ماشية كيانينا لمعدل نموها، والذي قد يتجاوز 2 كيلوغراما في اليوم، وتحملها للحرارة وأشعة الشمس، وتتمتع بمقاومة أفضل للأمراض والحشرات. رقم 7. الثور المخالف. الثور المخالف هو ثور يستخدم في مسابقة ركوب الثيران الأمريكية، وعادة ما تكون برهما مهجنة مع سلالة أخرى وتزن ما يزيد عن الطن الواحد، ويتم اختيارها لميلها إلى القفز والغطس والدوران عندما يكون الإنسان على ظهرها. وبدأ المربون في منتصف القرن العشرين تقريبا في اختيار الثيران ذات المزاج السيء، وعادة ما يبدأ تدريبها في سن الثانية أو الثالثة، وإذا ظلوا بصحة جيدة فيمكنهم الاستمرار في المقاومة حتى سن العاشرة وأحيانا لفترة أطول. وتتمتع بعض هذه الثيران ذات الأداء الجيد بمكانة مشهورة، ويمكن اعتبارها نجما رياضيا في حد ذاتها ومنافسا شجاعا في الميدان ضد الفارس البشري. رقم 6. أبقار الأفريكانر. أبقار الأفريكانر هي سلالة من أبقار سلالة التوارين والسانغا،
وهي من الأبقار الأفريقية الأصلية في جنوب إفريقيا، وعرفت عندما كانت هولندا تستعمر جنوب أفريقيا في القرن السابع عشر. ثم انتقلت الماشية تدريجيا جنوبا عبر القارة السوداء، وكادت أن تنقرض هذه السلالة في أوائل القرن العشرين خلال حرب البوير الثانية، واستنزفت أعدادها بسبب الدمار وتفشي مرض الطاعون البقري. وبعد الحرب وضعت برامج في البلاد للحفاظ على هذه الأنواع من الأبقار. وأبقار الأفريكانر عادة ما يكونون ذو لون أحمر غامق وذات عضلات قوية وسميكة مع أرجل طويلة ولديهم قرون طويلة، وكما أن ثيرانها يمكن أن تزن ما يزيد عن الطن الواحد، وتتكيف بشكل جيد مع الظروف المحلية الحارة والقاحلة، فالغدد العرقية في جلدها أكثر نشاطا من تلك الموجودة في الأبقار الأخرى، وهذا يجعلها أكثر تكيفا مع الحرارة مقارنة مع غيرها. رقم 5. أبقار هايلاند. أبقار هايلاند أو أبقار المرتفعة طويلة الشعر هي سلالة اسكتلندية من الماشية الريفية، نشأت في المرتفعات الاسكتلندية وجزر هبريدس في اسكتلندا، ويتم تربيتها بشكل أساسي من أجل لحوم البقر، ويتم تصديره إلى العديد من البلدان الأخرى. وأبقار هايلاند ملونة باللون الأحمر والأسود والأصفر والأبيض والرمادي، ولديهم طبقة مزدوجة غير عادية من الشعر، وهذا يجعلها مناسبة تماما للظروف السائدة في المرتفعات، فهي تتحمل هطول الأمطار السنوية الغزيرة وكذلك الرياح القوية. فأبقار هايلاند يرعون ويأكلون النباتات التي تتجنبها العديد من الماشية الأخرى، ويمكنهم الحفر في الثلج بقرونهم للعثور على النباتات المدفونة. رقم 4. أبقار ناغوني. سلالة أبقار ناغوني هي أبقار خاصة بجنوب إفريقيا، وهي هجين من سلالات الماشية الهندية والأوروبية اللاحقة، وتم إدخالها من قبل قبائل البانتو إلى جنوب إفريقيا أثناء هجرتهم من شمال القارة. وسلالة ناغوني متوسطة الحجم ومكيفة للرعي في المرتفعات، وتشتهر أبقار ناغوني بخصوبتها ومقاومتها للأمراض، فهي السلالة المفضلة بين السكان المحليين في جنوب إفريقيا، وقد تتميز بحدبات صدرية عالية تشابها مع السلالات الهندية من زيب النقي. وإلى جانب أنماط الألوان المختلفة تقدم هذه الحيوانات مجموعة متنوعة من أشكال القرن، ويتراوح وزن الثيران بين 500 و900 كيلوغرام. رقم 3. أبقار بيفالو. أبقار بيفالو هي ذرية هجينة خصبة من الأبقار المحلية الأمريكية بوستاريوس وتهجينها مع البيسون، وتم إنشاء السلالة لتجمع بين خصائص كلا الحيوانين لإنتاج لحوم البقر. وتحمل أبقار بيفالو واحد مع ثلاثة أثمان من جينات البيسون، في حين أن الحيوانات ذات النسب المئوية الأعلى من جينات البيسون تسمى بيسون هايبريدج. وتم تهجين الماشية والبيسون لأول مرة عن قصد خلال منتصف القرن التاسع عشر، فقد كان يزعم أن الحيوان الهجين يمثل تحسنا كبيرا على كل من أسلافه، لأنه أكثر قابلية للانقياد وحلابا أفضل، ولكنه يحتفظ أيضا بصلابته. ووجدت دراسة أن لحوم البيفالو أقل في الدهون والكوليسترول من الأبقار العادية. رقم 2. أبقار البرهمان. أبقار البرهمان هو سلالة من أبقار الزيبوني، وتم تربية البرهمان الأمريكي لأول مرة في أوائل القرن العشرين، وهو خليط لأربعة سلالات مختلفة من الأبقار الهندية، ويتمتع البرهمان بدرجة عالية من التحمل للحرارة وأشعة الشمس، وكذلك يتحمل الرطوبة، وله مقاومة جيدة للطفيليات بسبب جلده السميك. وتم تسمية سلالة أبقار برهمان من أصل هندي على اسم الكهنة الهندوس، والغالبية العظمى من البراهمين نباتيون، ويعتبرون الأبقار مقدسة والثيران مقدسة ولا يأكلون أي منهما. ولقد تم تهجين أبقار البرهمان على نطاق واسع مع سلالات عديدة من الأبقار، وتم استخدامها لتطوير العديد من سلالات لحوم البقر الأمريكية الأخرى. وتستخدم أبقار البرهمان أيضا كقائد للركوب، وهي مفضلة لسهولة الانقياد والحجم والذكاء. وتشتهر أبقار برهمان بتحملها الشديد للحرارة، وتنتشر في المناطق الاستوائية، وتعيش أبقار برهمان لفترة أطول من العديد من السلالات الأخرى. رقم 1. أبقار تكساس لونغورن. أبقار تكساس لونغورن هي سلالة من الأبقار معروفة بقرونها المميزة، والتي يمكن أن تمتد إلى ما يزيد عن 2.5 متر من الطرف إلى الطرف، وقد وصل أطوله إلى أكبر قرون بقياس يزيد عن 3 أمتار من الطرف إلى الطرف. وأبقار تكساس لونغورن هي من نسل الأبقار الأولى التي أدخلت إلى العالم الجديد، والتي جلبها المستكشف كريستوفر كولومبوس والمستعمرون الإسبان، لتكون بمثابة مصدر غذائي للمستعمرين.
وجلب المستعمرون الإسبان ماشية إضافية في حملات لاحقة. وتنحدر هذه الأبقار من الأبقار التي ازدهرت في الأجزاء القاحلة من جنوب أيبيريا، وقد تم تربيتها لتحمل الإجهاد العالي من الجفاف. وتشتهر تكساس لونغورن بألوانها المتنوعة وتكون مزيجا من الألوان، ولكن مزيج الألوان من الأحمر الداكن والأبيض هو الأكثر انتشارا. وبسبب مرونتها وذكائها يتم تدريب تكساس لونغورن بشكل متزايد على الركوب والجر. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة، تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله. في أمان الله ورعايته.